عظيم. طب انا عندي خبر مهم جدا، خليني اقوله لكم برضه عشان اتقال شويه كلام من ناس فاضيه، من ناس فاضيه. فالرد جه من الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه، قال لك لا صح، عشان بس انا لما اشدت بجمهور الاهلي انا عارف كويس ما قدمه جمهور الاهلي. قال لك لا صح لما تم تداوله بمقطع فيديو باحد الصفحات المواليه لجماعه الاخوان باحدى مواقع التواصل الاجتماعي بشان وجود تجاوزات من الجماهير خالص في مباراه الاهلي اليوم. وقالوا انه هذا المقطع يعود تاريخه ل 2013 وانه لم يحدث، دي الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه، ولم يحدث تجاوز على الاطلاق من جماهير الاهلي في مباراه اليوم. يعني انا ده بس عشان حضراتكم تكونوا معانا في